يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أيث مثلا ألا نسعيشين والسنقين يوث المناسبة المناسبات الدينية تسين إغغيرا مجرى التاريخ تسين إغغين ذو الفاصل ير ثوذرت العالي قمذان أكو ذير ثوذرت تسين ذو الفاصل غير الشرك ذو الكفر أكو ذو الإيمان سقد السوف غني عفذ ذو الطيام غير ثفاث ثقنين ذو المناسبة يقنين ذو الهجرة النبوية الشريفة الهجرة هجر أن في محمد صلى الله عليه وسلم ذي مكان أرمي ذو المدينة المنورة ما قنين المناسبات الدينية ثقين مش أدن خرارة كان ذو الفشطة في قانا إيغارين كث إيغارين كث الليل نغي قران ساقض نغب بلك إيغارين تبذير الأموال، ولكن نهتدي في كرار بين إيوايقين في كرار تدي بالدروس ذو العبر ذيو الصيفان إسارة غير بين إسارة إغديسكن ذيون الأسلوب التربية يقول يغتي تزدخل تقصيدي نجم إكسا إزدي في كان الأنبيين سدى الرسولين يقارد سيدار بيقواريس لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديث يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إلى الدروس ذي العبر إذا كان سيدي ربي دخل تقصيدين الأنبياء ذا الرسول باش كل الخطوة يخدم الرسول يخدم أنفي عليهم الصلاة والسلام زين أدن كس الدرس أي أدن كس العبران أي مثلا ما دنين الهجران أبسليقين يسعان زي خطر أزميل أدن أدن هذر مرة أكف جميع قوينك يعنين ثمساتنا الهجرة دروسك أردكس العبد ذي الهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم أزميل أدن أتفاك يا عبد أدن دمكان كران النقط من كل سقوس أدن هذر أفل الهجرة يجي ثم الحات من كل سقوس أدن تسكس الدروس للعبر وما زال العلماء النغ ألا كتفن غفيقين ألا الدرس ثمسالتين ألا خدمين الإبحاث وأتفاك ترى أفل الهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ما دين ذي الهجرة يتوكس دوارق من هاجرة أو هاجر غاس مخلف عند الصيغه ولكن المعنى المعنى تقريبا كيف كيف ذا شو اتهاجر اتهاجر كان غير ويض اتهاجر الصيفان جوت الصيفان الصيفه النظام اتهاجر الشر تروح ذا الخير اتهاجر ديون كان تروح ذا كان نظام اتهاجر الكفر ذا الشرك تروح ذا الايمان كان تسجل اذا الهجره مثل قرط سيدر بقويس ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة يقرد وين يهاجر جنون كان غرويضة فوذ من سيدي ربي فوذ ما ربي يفوذ جنون كان روح غرويضة أيضا ذو ما ربي في السوضة لكن يندز ديفك سيدي ربي الخير ذا القرآن غصم ذاك اللي يجا أينك نين آثق حب الخطر يجثذكم كان يجيك هجر لكن سيدي ربي بس دعوض وزدفك أين يفن أنشتني أروان ذاك نين إقروحك يقار سيدي ربي وهجرهم هجرا جميلا الكفار المشركين المنافقين بالفوس ساق لعبذتني هاجر كان أين مرة أكو يري خسر دينيس كامل ثوثض أم كلا داويض أزمير ضارا لعبذ الإنسان الإنسان أذي أخر يقرد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه ندي ندى الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه يقرد المسلم أنا ويد المسلم ودينا راه دوين يتزال لنا دوين يتزوزو منا دوين يتزكين لنا دوين يدي حجن يناد دوين كنيا يسلمن ينسيمن ذكيرسيس اكل فوسيس ذوك ينسيم ما ذاك لا سلمن العباد ذكيرسي اكل فوسيس اقريك ذي تنسلم تيضلي والرسول صلى الله عليه وسلم يقال ذي الروايه النظام ذي نفس الحديث ذي الروايه النظام يقال من سلم الناس اما ذي نسيمن اما ماشي ذي نسيمن هذا السلمن ذكيرسي هذا السلمن ذك فوسينك وجميع مره اكو يقصدين الانبياء الرسل وجميع مره اين اكو في ذنها الدر ذي الدين مره اكو ذي الحديث قلت لي جمعان الى قد سلمن العباد ربي ذكيرسي هذا فوسيك ما ذاك لو مسلم لا ذكيرسي هذا فوسيك ذا شو تنسلم تيسايد كان ذنشتك مره كنت تقول الانبياء
الرسول ذنش تقف يغذي السمر سيد ربي وذنش تقف يغذي سوى بعث النبي صلى الله عليه وسلم يقرد إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إن دفع سيد ربي بشذر بغل أمينو أزدوغ الصفات أزدوغ الصفات العية خذر يعني إسرائيل صور بي نكونين ذنش تقين لكن تخذي إلى خلال العقية كل زمير الإنسان ذاتي ينكر غص انتظر لا نتصوصو من تسكين سحجو ولكن وقعد عندي وقعد عندي مولانيس وقعد عندي الجيرانيس وقعد عندي لايفاذ عندي شرينيس وقعد عندي لايفاذ ربي الإنسان المسلم مو يخدم راه غير العاري غير اين نديرو تخدم راه هذه خدمه كتزمر ديش بوين العاري بوين نظن اين ندير المستحيل تفضل خدمي صغار واش ولكن نكري اين الا نهرثنا قالتنا قالتنا ذوث مثلا غي عباد اما ذي مويه نغ الجيران نغ ذويه ذويه نظن واش نهار غزاي المهم اذن ظل نجعل هو كين ديننا الحقيقه نسوي كين نظر الفرائض فرضت سيدي ربي في لنا الواجبات نخدم ذي الحق الا نقرا سيدي ربي ولكن ماذا قالوا قال زران وقران قران ذوث مثلا نعيفات دين أم كان نعدي زاد سيدي ربي أم كان غادي يقبل تظلي ثنا أم كان غادي يقبل حجنا أم كان غادي يقبل الزكاة ثنا أم كان غادي يقبل الصيامنا إلا قد الدين المعاملة الدين نغث غير وث مثلا غير ما ويا نغذ الجيران نغذ العباد نسن العباد نسن راه تقولش تلقى قال تحل نسد يحل الجنة ذيك كش تحل الجنة ذيك المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أنا ويد المؤمن إن الذوين راه من العباد في ذا من نسن فأكل الأموال نسن المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم والمهاجر أنا ويد المهاجر الذوين راه يهجر نين يوغي سيدي ربي أين يوجد سيد ربي غثث هجر الرسول إيش بيحس صلى الله عليه وسلم أن يكرد جوت البيان الشرك جوت البيان الكفر جوت البيان يجين أي شيء ما قال كزت سعف ذني زرع ذي زرع ذي زرع عف ذن تنا ذعون غروس أسن تسخن الرأس نتسوي ناس نزلون أسن خدم المرة أي زر ذا شو ما سيخدم وزرو أكين فان غذا كذور أزرو النير بدت نتسي من إيش بدت أديس الوقت يجري فري ذي عف ذني غثي عف ذن لكن الخطر أزرو ذي الحي أو زرو أما ذا زرو أما ذي يفحر أما ذي مال أما ذي خرب وين دي خرب سيدي ربي مرة أكل يتسبح سيدي ربي يقرد سورة الإسراء وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم خرب وين دي خرب قربي مرة يتسبح سيدي ربي ولكن نثن فهم راه نكون نفهم كل لغة العباد ولكن نثنم كل يوم سوشي سيك تسبح إذن مازال الحياة ذي سيث لا وزرو يجين أز كذي فري ذي سن سينو أذي فري ذي سن عفذ ذي دوني هو كان أذي فري ذي سن أكجيم إذن أي شيء ما قال ذي سن عفذ أزرو أرن في أرن أرن ذور أي شيء ما قال ذي سن الرسول صلى الله عليه وسلم مشي خدم يروله في البيئة أنين يسعي شكني يروح عيون وذلال الجبل النور يقيم الذخر الغار غار حي رأس قرن يكش أردنا ذيني قيم ذوسان ضوضان اللي ذعون أرسيد ربي الخالق سبحانه وتعالى نزل شهور أي التحنث أي قيم ذينا اللي ذعون أرسيد ربي أرمي ذي قوسي أنا هذا نخدم بسرعة فائقة باش أنا هذا نلحق النقطة هذا نجفذ أي من زمر ذي نجفذ ذي الحصة ذي خمساتنا الهجرة أسمين قيمان شتاقين أسمين قفغا سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى إن زيد القرآن الكريم غفر الرسول صلى الله عليه وسلم أسيس من اقرأ اقرا سيدي ينزل القران الكريم وكان اذا الرابطه ثم زواروث يدي يخدم سيدي ربي غريق ني القاعه يوثر الرابطه العظيمه واشرف رابطه واشرف علاقه واشرف صله يدي يخدم غريق ني القاعه اقرا اني صغر الامه الاسلاميه اللي قاعد عاقين باللي الاسلام ولا راه الدبوز ولا راه الكذب ولا راه الخدع ولا ذينظم تسموسني خاطر سيدي ربي يسوع بهذا العلم يسوع بهذا التسموسني فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون سقسي ماذا قالوا السندره ولكن نسعى في السيد ربي استموسني يقرد فعلم انه لا اله الا الله يقرد سعى المضي يقرد السينظر يقرد فهمض باللي لا اله الا الله وما ذاك الله تزريت حاش اخذ مير الخنظ اين العين وتخدم دارا اين نديري الرسول وش بيح صلى الله عليه وسلم اش مدين نزل القران الكريم في الناس لاول مره يبدا الوحي الوحي ينزل في السيد ربي في الناس يصب غير مكه المكرمه يولي غير يون وذرار مشطوح مقرن جبل الصفا وين تخدم لكن السعي بين الصفا والمروه يون الركن من اركان الحج يون الركن من أركان الحج يون أشوف الجزر النظام شطح يون ذرار النظام شطح قناص الصفا يون ذرار النظام من بعيد قناص الصفا والمروة اسم المروة ذي شيء بجالس يخدم السعي السعي بين الصفا والمروة إذن الرسول شفي صلى الله عليه وسلم يون أشوف الجزر جام شطح من الصفا يسوي المرة أكو إيه وشو لنا القريش مرة أكو يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان أرميد نجمع في الناس ذا شو يتفغض الناس لو كان ذا ديني قبلين ثوى ذا ولدي دون أدي دوس ودن أدي غار في اللون أدي ثمن من الناس سبحان الله ونجر فرد في لك يكتب إنس إيه أتعقيم بلين كذن فين ذا الرسول إيش قاعد سيد ربي غرغور ون يخ أسر ويما في العذاب من سيد ربي
يكرد غير ورسان ودي كرن دم زوارون ذا عميش أبو لهب دي كرن إنيس تبن لك ألي هذا جماعتنا إنيس إن يروح اشتميثيد إنيس رفايا في يغد جماعة جمرنا إكذا إبيان ألي لان غير القريش أكذ الإسلام غير القريش أكذ الرسول صلى الله عليه وسلم أين مزمر مثلا ديكلاري ناس الجيران الإسلام ديكلاري ناس الجيران الرسول صلى الله عليه وسلم سنة إفذا أي أوثنت جرحنت خفشنت خنقيت عقبة بن أبي معايت غرس الفرث أفهم قرديش مكس جد ذي الكعبة ونغان إمدو كيس الزات سيس ما قالوا إزمير أذثني منع ولاش دشون أسخدم لران أسخدم لران إسمباد الرسول صلى الله عليه وسلم محدش في الأسى ذي نذي الحل إشقع إمدو كيس هجرن غال أرثمورتنا الحبشة هجرن مرثين بن ذم زورو قوثن عثمان بن عفان رضي الله عنه وسمرثين النظن قوثن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أكنين باش أذثني السملع ونسان حصرنت أمد نسان أمسوع أم تفامي التنس ذكينو مكان مقارن الشعب أبي طالب ثلث سنين ثنجان دينا خمنا سن لومبار ويونس نتسوى ريما كيان قمنا لميت متسافنا لميت ستن ستن الورق انتجران ستن أوليه أين 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 إلا ندفن الزاسن أذثشن أسمي فوق ثلث سنين أبو طالب نسان يقمن إقعو السن فلاس يموت زوجين خديجة رضي الله عنها بعد ميدو غان ذيان ولاد نسى الثموث أم كي يخمم يروح غير الطائف ولاد نسى باش يعني ملك رديف رديف أثمن عن باش أذي نشر هذا الإسلام ذينا أثنيف ذي القوة ولكن للأسف الشديد رانتي ديار ثيريريث رانتي وثنتي جرحنتي ودانس دي وردانس وخذ من أسد أين ونهارا ويغايد الرسول صلى الله عليه وسلم يتأسف خذ كان يثمثل أم كي يميد يغاي بعد ينوذان إنه ذا أندري إنشر الدين أندري السفغ الدين الرسالة في كيس تدار بيهم بحدث في الناس إلقى ذو الواجب هذا يخدم أي تسفغ الثموران كل ولش تمر في الوزراء أذي عرض الإسلاميين أرم من ذي اسمين إديوفا يوث الجماعة من الأنصار أنصار المدينة المنورة يوفذني ذاتي قفين دعوانس خطر شو مين نثني ذا شو ثني ديقوين أرم من الرسول صلى الله عليه وسلم سعان يعني يون الشغفا قرحان غرورس باش أثوين غرورسن أي خطر ثلاث خلات سنة وشولين إلان دي المدينة المنورة قناس يثري بس قرن دي الوقتين يوث قناس الأوس يوث قناس الخزرج تسمى سنغان واسمي ذا دوني خطر لان اليهود بو ذين غرسن سكرينز اليهود امكيت عايش النوثنين اتسكرن غير يرسين باش عايش النوثنين باش تهني النوثنين والسكرينز قال الاوسد الخزرج القيرث قال اسمه سفكتره اسمين اسني عرض الاسلام الرسول صلى الله عليه وسلم في الجماعه يا كان يروح عند المدينه المنوره ذي يثرب ان الناس ماذا قالت فوق القيره الا ان كان غير الاوسد الخزرج نقفيك الرسول صلى الله عليه وسلم بفضل الله وبرحمته من بعد إيواذيث نروح ذي بيعة العقبة ثم جوالوث روح ذي 12 يتسند روح شهدنا إلى أن محمد رسول الله وعوهذنت ويسديسنا الرسول صلى الله عليه وسلم يونو الصحابي مقام مصعب بن عمير العبدالية رضي الله عنه يسديس ذنسان يقنشرن الإسلام يديسن 12 يهضرها في الإسلام ذي المدينة خرق قسان كان مرة وغين صلفظ الله ربه وغين ذنسي من كامل شهدنا إلى أن محمد رسول الله يزيدوا سقواس وغين ذي بيعة العقبة في سنة النظام روح عند 72 يسن وعهدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إن الناس أرذا كان منع أما كنا منع خام النغ أما كنا منع الأموال النغ أما كنا منع في وشول النغ كان يتفق تمسال بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يفضل تخطيط بعد باش أذي روح على المدينة المنورة أي شجاع إمدو كيس ينقص تفرى مرة وذي روح يوون ذي روح السين ذي روح الجماعة ذي روح كل يوم ميقو فكان فريد كان ذي روح ولكن سان ذن قارو يقيم وري هجر الران يرسن ذن سيق وران ذن قارو أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول روح هذه هاجر يروح الرسول صلى الله عليه وسلم ينسي يا أبو بكر ينسي كشين نسي هاجر ينسي كشين نرجو أرنو مازال إنس الصحبة يا رسول الله إنس تدينا الدغيد يا رسول الله إنس نعم تقول عائشة رضي الله عنها وأرضها ثند الله عمري فرح ما السنين فافا قميز دينك الرسول صلى الله عليه وسلم يفضل أيدي تهجين أيدي تهجين يغد سين ذي عوذي والنغذي رغمان يهجث المرة ويهج كلش يهجثنا كنا يصرى جمل من أزدي وثافث بورث سين كرا أنا في ذي من غذا نروح كان يتفق ثمساتنا الرسول صلى الله عليه وسلم أرمي ذا سمين إيسهجان خذ مناس يتخذ فيث باش أذى ثنغن جماعة دمرة وكو إرمزين تمور ثني كامل أذ باش أذى ثوثنا فبريد يون زرارة يون واثي وثن ويجمال ديار تصار حشا ما يفوكك ويعيفذ أذى ثنين يون نوري زرارة وأنوي ثنغن ذينا يوم رثيت سيدي ربي سبحانه وتعالى إن استرى أرف ذي مانيك ذكر ذا سرحض من بعد إهجر وش بيحن نفين صلى الله عليه وسلم كان يثمثن يرفضي مانيش يروح على المدينة المنورة إذن دروس دي العبارة ردني كسيث مثلا
ذي الهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ذين ماشي ذين مجزمر العبد في دي في دينك سما كندنا ذ المجلدات يكتبن العلماء نغف الهجرة، ولكن ذي نكس بعض النقط إن شاء الله بفضل الله وبرحمته. الهجرة ماشي الهجرة من الرسول صلى الله عليه وسلم وحدش، ولكن الأنبياء الرسول مره هجر كل قنقة هدرن الحق كامل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، الطغاة والتجنر. سيدنا إبراهيم الخليل اسمه يدقون أفريد سيد ربي يعتش فيث نمرود الملك يستوذر من غثي غرغر دخل يتمس بشد في السرع، ولكن اسمه يثدي من سيد ربي الخلق سبحانه وتعالى إنس قلنا يقارد قلنا يا نور يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم يمن عيث سيد ربي. سيدنا إبراهيم هجر فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي سيدين، بادئ هجر سيدنا إبراهيم الخليل. سيدنا موسى عليه السلام يستوذ أرمق فغ ثمورث مصر يروح غير مدين يهجر يصوض يروح ديون غير غورس ينيس ألسنا ذين فلك باش هذاك نغن. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائف يترقب قال رب نجيني من القوم الظالمين. بل يفقد أن سيدنا موسى عليه السلام وكذلك الأنبياء الرسول الجميع وذه يجيحون غف مرد أفلا إله إن الله محمد رسول الله هجر تمر سنة الخطأ الكفار ذي المشركين وعرن سعر المصالح ذي الدنيا ذي الدنيا صد لرن جعلن ينو ورتصطفن الدنيا ورتصطفن يخر إذن الصوذتني حاج من بعد هجر كان يثمثن يفقى الرسول صلى الله عليه وسلم ذي مكة المكرمة يفدد على مشاري في مكة خزر كان يعني في كغ ديون درس لقاثن أثن درس مهم جدا أي قند أفتقرث ذي مكة يمقروح إنيس الله يا مكة إنك أحب البلاد إلا الله وأحب البلاد إلي إنيس ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت إنيس مثل ثمورثك حمير مثل ثمورث حمير أمشمين إنيس لو كان مشيدي مو ينمي السفغ المفوث أنا عقي إنسان الرسول صلى الله عليه وسلم يسكن هذا مكان حمي ثمور النغ مكان حمي ثمور النغ حب الوطن من الإيمان أتحمي ثمور ثينك صافا ثمور النغ يخلق كبر بذجون ومكان أتسن شرط الحق أتسن شرط مسلي العين أتسن شرط الخير من كل يوم دقنا هذه اللي ذا الرحمة ويض النغ كل أن 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 عاهد سيدي ربي سبحانه وتعالى بلي حاش الخيرات دي تفغن ذقم النغر وثمث النغ باش سيدي ذا الرحمة غير دخل المجتمع سيدي ربي غدي يرحم خاطر سيدي تاكل سيدي تسكن سيدي فقور سيدي غنون سيدي تسكر كلش لك فوسي سيقلا وتسرر غفلنا غفلنا ممكن كتيبه ربي الحاجه مستحيل باش هذا السيد داوود تعقل شي مانيش ما ذكرت ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ما يصرى ربي الخير تقوليه هذاك تيدي في كرسي وذلك شغل مي ولكن ما ذكر لي صرى ذين اوني هار النظام اذي وظن ما تطرفش يعني كيدي صوضر هكا اذي وظن اذي والحاجه كيف هذا نكشي لي صوض اينك قربني يزمرك تيدي صوضر هكا كاين باش انظر بلي يفكي يغد الدرس الرسول صلى الله عليه وسلم باش نحمي ثمرتنا كل يوم الذي يخدم هذه يساهم باش هذه اللي درس راح وتشيل على الفساد وشو نشتاق من ضوع سيدي ربي شوي يصير شي سالي ثمرة هكا النقطه اللي ظن انظر بلي الصراع ذي الحق اكذ الفاطل اما كان الرسول صلى الله عليه وسلم اكذ قريش الحق ذي الفاطل الصراع جالس وتسمي حماينا وعدينا الى اذي يغدر ربي الفاطل اذي يرفض سيدي ربي الحق الحق اكذ الحق وتسنغنا لذكو جالس على خطر يون الحق كان يقول ولاش الحقوق نظن والحق أكذ الفطل ما لنغن يتويس الحق على خطر الفطل ولا قرار ذي روح إن الباطل كان زهوقا ولكن الفطل أكذ الفطل جيران شنو تفكر ما ثفظ يوث الجيران أنفكر عقيد الفطل أكذ الفطل ألا يسنغن كجنة أنوالين بلين الرسول شبيح صلى الله عليه وسلم ولي هجرارة كان كيجين يكرد يرف يسولس يوم دا كوليس أبو بكر يرف ينسى في القشي كذا نهجر ولكن يخدم تخطيط يخدم البلون يهجان كل شيء يهجان كامل معنى أغذي قارب لين خذ بالأسباب خذ مين اللي عندك فوزي غسي صار سيدي ربذا في إنصار يولى بلين حشان صار في إنصار إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وين دي شجع حشان صار في إنصار ولكن أين اللي أين لندك فوسيس إخدمث وش في حنن فين صلى الله عليه وسلم غسي صار بلين أذى في إنصار سيدي ربي يفر مرة الأخبار سميك هجر يونو يعي مرة حشان دكويس أبو بكر الصديق يعي من أكسوا شوف الناس اللي نزدخل ولكن يونو يعي مرة على خطر ويفغر أذي فغر الخبر أروندا النظام عامر ابن فهيرة خزرت كان يثمثن وش في حنن فين صلى الله عليه وسلم يقود ذو ذا اسمش ذي المشرك إدي يقوين يستعانيس المشرك إدي يقوين يستعانيس باش خلص أنت نسأل أبو بكر باش يعني هذا سنين من لافريد أذن يوين دي مكان المدى المدينة خطاري في هذا 450 كيلومتر يقول لنا يقول مكة كذي المدينة وتسحرى ضرمل أنت زمرضة زرد من أنت لافريد المدينة ولكن قويند
المشرك جند وجيكس عن الإكسبرينس ذقفريدن الصحراء يميس نفريد ويثمثنوا العجب العجاب وجيني ذي المشرك قنتي البشاس نسك نفريد وثني خانرة يصرف الدين سيمن وجد النفيع وجد ذم دكويس ذم زورك جم النيس الوجع انساسني من نفري وسن السفارة والسفارة يخفر والسفارة وإلا هذا الخائن نكون السجد ذي ثمر ذي الوقت إن الإسلام 14 القرون يجع السجد صار السنذين سلم الفضلينك السجد صار ذي تدد جورنال السجد صار ذا رويا النظر وجد المشرك وريخانر منا كان جث مثلا سبحان الله ويفغ الرسول صلى الله عليه وسلم ذقير يكفر يخدم كوين لندك في شي مره اكو يخدم خاطر الاسباب يلقاتش بفض يلقاتش بفض سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى اجدي اينك شب فين لندك فوسي ولكن ما لفكن الاسباب ينش انك نقي ذا جين اكا هو كان يدوش فيه ننفي صلى الله عليه وسلم ويفغ ذقير اي مثل سبحان الله اسميك فخر الرسول صلى الله عليه وسلم في مكه المكرمه ويرر الجهه الشمال الجهه المدينه المنوره الجهه الشمال ولكن يروح الجهه الغرب قفريد لا ديريكسيون تمرتنا اليمن جهه قده باش اسني السعر قفريد يرى ذو سر ويخدم رونديفو نسان ذو وجين اسم من نكاين افريد تمرتنا الصحراء ينسى في ثلاث ايام اريقيم دخل نغار ثور يقدر مليون كان مقارن جبل ثور يونو ذلال مقارن مليح مليح وإلا الغار ذكس قناة صغار ثور ذينا غير قيم ثلاث أيام يفر على خطر قريش أثتفعا السفغ يخبر باللي وين فيد يطفن أسكن ميا الرومان مار أو فيف ماذا قال يقوثي الدلحي أسكن ميا الرومان ماذا قال يقوثي يموث أسكن ميا الرومان ولكن واش في حنا نفين صلى الله عليه وسلم غاسي صرا باش سيدي ربي هذا في نشر ولكن اني لا ندك فاش سيتي خدميت يفقد قيض ويروح الغار ني يفردينا واحد ثلاث ايام يقيم سيد ابو بكر وجن مش ان ابو بكر سيدي رضي الله عنه وقناص عبد الله انس الشيد يسوي دي خبارات ذا شي خدم القريش ذا شي سنادين ذا شو يفيت مسفهم ذا شو يفيت متفقا اليس ان ابو بكر اسماء بنت ابي بكر اذن ساتي شنو تسويني شنو تسويني مكيا ابو ارمن اذغار ثور عبد الله أذي فغض قيض أسنيوي الخضار ولكن أنا قيم ذقر نحاش ماذا قاس قاربي فجر أدي يغاي بشوف نظر نرى عامر بن فهيرة ذا خدام إكسان أبو بكر صديق أذي السفغ ثقف عثني نس المال باش أذي غم مرة رثر قوانسين إتعدين أكني أكني أثناقي نرى أنشتاقين أيث مثل خزر كان أشبيح ننفين صلى الله عليه وسلم أنا دي قار أين اللي ندك فوسيك خذ ميث ما أخزر كان مريلين أين اللي ندك فوسيك وتخذي مذارة أم كيف أضيف سيدي ربي؟ ما يدف سيدي ربي القوة ويدف سيدي ربي يعقي الصحة من بعد استقضى ربي رزقي أم لبرا كروازين تصبح استقضى ربي رزقي لا روح أتخذ مض لكن يقتنفع الغير خير الناس إنفعهم أتنفع أتخذ مض سيدي ربي دي شكر رزقي دي الخذ مني الخذ مني كان مريم يمسن عيسى بن مريم عليه السلام أسمين إثيتسان الجدران تجران فأجا أهل المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا الجذران النخلة ولكن ذا شغلت جذر المكلة أسقار إنس وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطب جنية إنس هز الجذران تزنز أم ثم تطس النفس ضعيف تزرم النفس غميش ولكن أمي الجدران تزنس ألا تهوز أنا كنت دفور كم شطحي بسوي نزمة لا تهوز ولكن الجدران نعم إني سأسكن فوسين في اللاس من بعد جبريل عليه السلام من ساري كتين سلقوين سأسكن فوسين في اللاس أبريد تخذ مكاكي يغريد كتسمرك ويغريد غرورس كامل على خطر تسبب في لقد تسبب قد تسبب في سيدة ربا ذاك يعاون ولكن مو تسبب في ذران أنسرك ديك أنسرك ديك ويجي إذن أشبي إحنا نفين صلى الله عليه وسلم أيني لندك فوسيس أيني لندك فوسيس يخذ ميه ولكن يتيقن باللي سيدي ربي حاشا انصار انصار راه في انصار مي كخدم اين الا ندك فوسيس حاشا انصار راه في انصار ما قلت له اني ذا وجمي هذه سبب الرسول صلى الله عليه وسلم اين الا ندك فوسيس يخدمين اسمي ديو غادي ثمر ثن طائف مي ديو غادي ثمر ثن طائف يقدر داريون امكاني مقارن قرن الثعالب اقبل الهجره اقبل باش نزار يعني متي ولاش داك اللي ندك فوسيك ذا عرش ديال ربو تاكو ذلك شغبيوي يقدر دار قرن الثعالب ينتقد غرغوس زيد بن حارثين يا رسول الله الناس ذي الطائفه ثنا جرحنا غير ولاش شغل تخدم لنا ذي قول ذي مكان شفنا غير انا ورا غير جمعان تورا انا اذا لنا ذا شو سيدنا صلى الله عليه وسلم الناس يا زيد ورتاكو ذلك سيدي ربي غادي ينصر الفينس
ولكن دت فوق مسألة قوية جدا نكجة يكرد يون ذي المشركة ذي المشرك ذي مكة المكرمة قنص المطعم ابن عدي يفاض نسس والروي السيوف غل كافا الناس غل جهة ولد يشم محمد الناس والله روي نرثي قرآن نرثي صدق صدق قرآن المشرك ما قد كفر كان المشرك عوني قبل الهجرة والمشرك عوني بعد الهجرة أم كاد نفان كوني ذا ذا ون المشركين ودين سفقر ذا ذا ون المشركين نكوني ذين سيمن أسن سكنا فري ذين سيد ربي أثن عيون أثن نرفذ أسن سكنا فري ذي لها أخذ فند الرحمة أخذ فند ما كزر كشيل تزال لا تخدم هذا فري ذين دين ولكن تخرب أنت تفق تمثال ما كزر تشكد تخلف ذي الوعد سخان ديامانات امك وقيد المشرك ولي خلال الامانة والسفغار الخفار النبي صلى الله عليه وسلم يتسمى الاسني من لافريد غا المدينة ولكن يخلال روحاتني الزنزة غا القريشة روحنا غرسنا ذات نطفل ولكن يخلال ام كان خان نكوني ذي نسيمن ولكن للأسف الشديد في جمرة نخدمي ذي العصرنا غاس نتظل نتصوزون نتحجون ولكن نسكي ديف نخدع نسر شاوي نسأل ولاش لشون تمسي ونخدم رانيت مثلا اغدي يحضر بجميع كاقيم إذن وش بيحنا نفين صلى الله عليه وسلم أين لندك فسيسي خدمي في تسكيف سيدة ربيع أسمين يدفغ الكخام يسميك تصدقيني الزيناس كذا وكذا اللي جرمزيين يسيزيان القرش باش هذا ثنغن ولكن أم كان يخدم ذا شو غير يخدم شوفو سيسي انتا ولاش كان سبب علي سبب الدفغ ذا ثنغن ولكن لا إلا ربي خاطر ماشي أين لندك فسيسي خدمي إذا يرفض فسيس ويفقد إذا مثلكم مش تقواكر إذقار السيد في اللسن يقر وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون سورة ياسين أدي خار أسيقر سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يرث المرة وفقنا لنا يعدد كرس أمكش من الرس وفنتو يشيث العلي بن أبي طالب رضي الله عنه إقضى حنس تنفسي وفنت ذقم كان الله أكبر كان يث مثلا إذن وش في حنا نفين صلى الله عليه وسلم أنا عقل بالله يخدم أخذ بالأسباب وتشكي غفسي ذي ربي الخالق سبحانه وتعالى ثلاث أيام نغيك قمك ندي الغار إنس وش بيح إنس أبو بكر الصديق رضي الله عنه إنس رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرأنا إنس لو كان ذي خزري ولا رضار نيس ذا غديزا ولكن ده شار يخدم يفغذ جيد يقوم ولاسين بالنفريد يغوم الرثر ورش لشون أخذ بالأسباب ولكن ميقل لس داخل الغار نيان رميث قضن تاري ميث الدين رميث أخموش ني الغار نيان أم كاري يخدم وصاد الشيء مقزمات يخدم سفوسيس بعد يتشكي في سيد ربي إنس يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما أكيك يا قدنيني يا قنا عقيكي خطر متع سيد ربي ينجون ولسيقوا ذلك سعوية ولكن استخدار مش ذي ليس هذا تعصوض بعد ذي الوقت انتقص سيوي ضامش أمش ويمشي رأى إنس لا تحزن إن الله معنا قصد ربي دي سورة التوبة ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إن يسور سقوى ذلك صغب إنس دا شاد إن السنة إذن قصد ربي دي استيثا زمان شيء دي معنا سوى يجين غير مثل ألسي قرص أش في حنا نفيه صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إنس لو كان قد خزرنا فاس فاس ما شاري ضار إنس نقد خزرنا كروي ذي مغد سوي نرى أخطر سيد ربي بغي خزم أغي خزم الحجاب المستور أغد سوي نرى حشوي يغد سوي نرى إلا سيد ربي مغد سوي ذلك صغب يويه وثنظري نرى ما غسكني وقضنت على الغار ولكن أثوي لنا الله أكبر التنغيث مثلا أسمين دي فوش بيحن نفين صلى الله عليه وسلم وثدون قفريدنا المدينة المنورة إقضعيثن يون قنا السراقة ابن مالك المدلجي إمثن إقضع ذينا ذا شان يخدم يكن الند أخذ بالأسباب أين لنك ذي فسيس يخدم يحوذا باش وزرنا لا باش اتفقنا لا باش تسوينا لا نسيا ولكن يتبعيث سراقة ابن مالك المدلجي يتبعيث خطر ميان يغماني وين راه تدفن يقدر ميد غرسك يقدر ميد غرسك باش امشي كزمان هذه الدفع في مانيس حاشا سيد ربي ذينا يدخل ديما السيد ربي الخالق سبحانه وتعالى كش من نظرني سيد نظر نعودي ويسر ذخي ارذخي نرمل باذن يدي كش كش من ذخي نرمل باذن يدي كش كش من ذخي نرمل اني صزريغ بالله والله ما يزمرك يدي طفيون ويشهد لا اله الا الله محمد رسول الله سراقة ابن مالك المدلجي باش يسينا واش في حنا نفي صلى الله عليه وسلم فقيد المعجزه إنس يا سراقة فكيف بك إذا لبست سوار كسرى ما قيد كان أسي قال ذي شو غادي نذي يا سراقة لو كانت سرصد تجنين كسرى وإنك يسرسنا كن الملوك اللي الرواء يسرسنا في قرين سن إنس لو كانت سرصد في قرويك ذا شادي سبحان الله شين على سنذين في الله باش أكتفن مورو في أسف كان ميالان رماني سارو لغي ثارو لغي أيدها الدرد في سوار كسرى نعم خطر وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ويسد الوقت من بعد أسمين إقروح
صلى الله عليه وسلم ذو غرض الخلافة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينتشر الإسلام شبه الجزيرة العربية يكشم غرث مورثنا الروم يكشم غرث مورثنا الفرس وكشم الغنائم من كسرى كشم تدقوث الدرمي للمدينة المنورة ويتم قاي عمر بن الخطاب ذي سيوار كسرى ذو كشابون إن كسرى ذاقي إنيس ديلا سراقة إنيس قري ذاقي يا أمير المؤمنين إنيس ترسيف كان فوق رويه الصحابة مرة شروا له الصحابة الكرام حطر أين دين الرسول صلى الله عليه وسلم إثبت وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يفذن ليس عندي سرقة تجنينس ليس الحوغة ليس الحوغة الصحابة الكرام الله أكبر كان يثمثن إذن وش في حنا فين صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب ويضيف على الدنيا سراقة ابن مالك مثني في بعدنا الشهادة إلى أن محمد رسول الله رسول الله يا رسول الله ملكي تفغذك تدفكين نسخة وحوة جغال أين يبغون دوني ثمرة ورستو قاعر المعنى ذيكس ورستو قاعر أما كان خدمنا الأنبياء أنبياء والرسول أنبياء والرسول نوك ما شنغة تعدر في فريد سيدي ربيان بعد كي غرع بوضيه ويمشي راه صص في با أصدعو ذا فريد سيدي ربيان ولكن ثان في سيثيك ثغوريك ولا ميه الأنبياء والرسول أم كان أذعون على سيدي ربيان ولكن ثان في سينسين شد انتت إجمادي مثياز ولكن وثغور العبوذيس إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين سورة الشعراء أكد إن سيدنا نوح أكد إن سيدنا هود أكد إن سيدنا صالح أكد إن سيدنا لوط وأكد إن سيدنا شعيب عليهم الصلاة والسلام لا أسألكم عليه أجر وكنقول نضيف غرا أيدفك مدري من غذي يدفك مكران الدنيا ولكن أبوذ السيد ربي الضع ممكن أسأل هذا السيد ربي واتسأل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ماشي نساك دي فكنا الرسالة ماشي نساك دي هضر وكدي هضر مباشرة إذ كي يسعى الرسول يختار ديون النبي يون النبي نقي طاهر ذي كل شيء إذن سمي دي فكنا الرسالة يقول يا سيد ولقذتنا من ولقذتنا ثبع قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله استعلم وش في حنا النبي صلى الله عليه وسلم أنشتقي بلي ما تضعوذ غلو فريد السيد ربي إلى أتعقيد بلي أتصرف الدنيا ذي طرف أتكشد جمالي كذا تفكر أتضحيت تنفسي فيك أتنحيت سيدريني أتنحيت سوخامي أتنحيت كل شيء كذا أين تسعيد مرة أكو ذي الملكيين كذا أتضحي أفوذ من سيد ربي سبحانه وتعالى كجنة ويستعلم وش في حنا النبي صلى الله عليه وسلم أمكرا صفر صفر يصفر ولاش لشون ونظر رئيس يتشوث يتوخفش يتوجرح يخنقيت عقبة ابن أبي معايت أرميثي ديكسد أبو بكر الصديق نغنم دوكيس الزفس يهجر يفغذي ثمورثينس ديكرا لنس الجيران أرثمورن ولكن باشذي سرح ويوكذي سرح هاتر ذا فريد سيدي ربيان سيدي ذا الرسالة المهمة نزدي في كسيدي ربيان إنس وش بيحن النبي صلى الله عليه وسلم يعميس إنس يا عم والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه إنس والله لو كان يتسفيرس نقول رجي تجري الجهة يكفوس يفوس أقول تزالي ذي كفوس الزرماد إنس كنا جرى مراجين إنس مجيات حشما يفقيني ثي داربيان نغموثة أقضي أكان وجن إذا فريد سيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى على وانهى على وانهى على المنكر واصبر على ما أصابك إيه قد صبر ماذا هذا تدعو ذا أصلنا ذي ونعد الزلز ما كدي ناعي ولكن هل ترتوى البنية ماذا قل إني قد نستقل لا الدعاة ذي المزين ذي ثمور الغرفينة يوثسك في ثبورتي نسف غاك ده ذرا شطح في الإسلام أتسين ذا رومي ينسك ذا في الإسلام ذا ينسك ذا ذرا كانت تسمح سر أكن دي اللي ثبورتي إسليز دي وبرقين يروح يشور في دكو حشكم حشق داركم يسوس في دار يسوس في دار وذب يصفي تي نس مشيدا نشتاقي ينس واجي معلش الرويد ينس جيكا كنا ذرا خمسة دقائق في الإسلام أكتسكن غفريد نسي ذا ربي الواجي مشيدا نشتاقي غي غاضر نس جيكا نقدر ذرا خمسة دقائق كان دوني تتفكا في مدن مرة إلى قناعة يقوني وين غي يقونين من كل دقيقة غين ضقع دي دوني ثنا وحق ربنا سن ندم لقناعة كي إذن هذه صفر الإنسان هذه صفر الإنسان أفين يغني قارت سيدة ربي قواليس وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ماذا هذرد كلمة الحق يقات صفر أين يبغي نكتي ديون خطرت نذ لا إله إن الله محمد رسول الله سبحان الله كان يثبتن إنس وش بيحن نفين صلى الله عليه وسلم اسم ديو غارد الطائف إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غاسي توجه الحكم إنس ماذا قلو فغضيف ظرف اللي غاسي دار بيان إنس مكنو أين يبغون يضروا يذين معليش الله أكبر
إذن الرسول صلى الله عليه وسلم إضحس دوني ثيس مران باش أغيقويا ثفث دوني. أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذن سيدن سي نسي من زورو إضحس نفسي ثيس حس المالي نس الرويس مران أفوذ من سيد ربي إفلا خد من مران أما تقشيش ماذا قشيش ماذا مغار ما تمغارت مران أفوذ من سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى. علي بن أبي طالب رضي الله عنه إضحس نفسي ثيس غسثو ثن وإغري مانيس دخل قشن النبي صلى الله عليه وسلم ولما رثوي ثن مرة السفن كامل استقعار المال. المهم يمنع وشبيح النبي صلى الله عليه وسلم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكمل دعوين غا ساكن الكفريد ني ترولا يدعو على الكفريد الدين غا ساكن الكفريد ني ميقلحو على المدينه المنوره كركوين ديوفات الكفريد مره يدعاف كركوين مره نوكي ميقلنا يشهد لا اله الا محمد رسول الله يقرثيس غا المدينه وش قرار ثاني وش قرار مطفنيه ذي ينغن ولكن كركوين الدعوه. ام سيدنا يوسف عليه السلام يقال انت غار داخل الحبس شحال سنه يقيم دينا ولكن استقعار المعنى يدعاد ويدي لن دخل الحبس يقال ان ذاك الاسلام مره كرين لن دير الحبس مره يقول غا الاسلام تساقي اذ الدعوه يخدم للانبياء وتساقي يرد الجن كنا الى قضيه نخدم كان مثلا ونسير ذي نسي من نصر ماذا رانا نظر يون ننخذ عيون نذكر الوالدي نغنى نخدم أين ندير الجيران هذا سنو غرض اللي بوازون الجيران أما كندنا نوقفي أنشتاقو كيف الله نهدر كما ران أكو باش نعقيب لي ونقرر يمن ذي نسي من ماذا قلو نسير من أرم دن دينا أسر من الوالدي نغسر من ورا ونغسر من الجيران واسر من العباد نسند العباد نسينا أويني تخدم من الرشوة من الأثل ذاذي ثنسيمت أويني تسكر من الأثل ذاذي ثنسيمت أويني سعن الجاري سداده وسوث لذاذي ثنسيمت أويني سن الجيران نسدي ثلي سامو ثلي ذاذي ثنسيمت أو نذكر الوالدين إيش الصذاذي ثنسيمت أو نك خداني تشكر الصذاذي ثنسيمت أو نتخان اليمنات وثلي ذاذي ثنسيمت أو نشوفوني فضنات وثلي ذاذي ثنسيمت أو نكثني العباد زفير وثلي ذاذي ثنسيمت أو نقدر الغيب هذا النميمة يتسوي الجوارون الزطر بلان جارولا ويفرق من الدنيا وثلي ذاذي ثنسيمت وتشكي ذرا غيري ثنسيمت يقطع قيدك يا أنشتقيذ وقيذ الإسلام ماشي ذي قرينا الناس عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويون الناس إشكرتي الناس وهنا قاعدين الناس وهنا حمية ذرق زلاريا الناس شو قضية ذس الناس لا الناس تهضر في الحيضة كخر قفري ذي ذس سفر ذي ذس الناس لا في عمر تسكران الناس لا الناس بلك صورتي كذا قرويس غلقاء يسدب دوبي غلقاء. إذن أنا عقيب لي ماشي ثقين ذي الفرائض فازالي الزكاة الصوم ذي الحج ذي الفرائض ولكن ديننا قوهرا غلا هذا ماذا قلت ثوار ذو البوازن داخل المجتمع قيك ذا شو تنسلم تيسع كاقين ايث مثل الرسول صلى الله عليه وسلم اسمك قد غال المدينة المنورة ثم زورو ثم زورو غنك خذم يجمع الشمل جنسي من يرث الدث مثل يفلان المسجد ميون مسجد مزورو مسجد قباء غسي ذي سميك الذي مكة المكرمة يجمع مزوراني يديك شملك دروس ذي القلائل ذي جون وخام الأرقم ابن أبي الأرقم يجمع ايث دينا يملس تجمات ذي الإسلام. إنما المؤمنون إخوة الإيمان ذي الأخوة ماذا قلنا تصعيد الإيمان قد تصعود تجمات ولكن ماذا قلنا ثوقي التجمات غفر ربي قيق ثوقي ذا الإيمان وزمر ذات تطرد في الإيمان وذلك تشتوقي التجمات ما تفضي ذي الإيمان إلى قد تصعود التجمات أكن دن نجمع الوسع كذا شيء يغدي جمعنا الوسع أكر ذا قلنا ماشي ذكران شيء ماشي ذكران دونيث ماشي ذكران قوين يتفكني يغدي جمعني جمع ذا لا إله إلا الله محمد رسول الله أقيق ماذا نملي الغر ذا قلنا أكوين شيء من دونيث ماذا نملي الغر ذا قلنا أقرأ أنت ما قيب لين زرن ذا شيء معنى في أيث مثل أحبتي الكرام أنا مع ذا مع هذا لن تسمع هذا جو قال أنا أخرج وجي لنا كذا جين أرك ظلمة أرك خذيعة أرك خذي مغين ندير أريد في الدور الزثي أرذك عيون غوين العاية ما غوين ندير أكيد شو ذا ما غوين العاية أرذك عيونه بنش تجين يد المعنى تملي لي يد المدر يد سملي الغرض جين أيث مثل الرسول وش بيحصل صلى الله عليه وسلم يبقى ذا المسجد قباء يجمع يفنى المسجد مزوره مسجد قباء أجي ما تخش مغ المدينة المنورة يفعل شيء طعاف المدينة ما يظل لعب ذي قرط صلى الله عليه وسلم مريلي يلعب ذي روح ذي المدينة يقعد يضو يروح ذا المسجد قباء يزول سنث ركعات يسعى الأجر من العمرة باش يعني ما يروح الانسان الحج ما يروح على العمره اد يغيض ذي المدينه المنوره يروح مسجد قباء اذ زر ثلاث ركعات قوس الشف اذ يغري ساعه الاجر للعمره يدي قر واش بيحنا نبي صلى الله عليه وسلم واش قال له سنقرا للجماع ارميدي جماع سي دربويا والجنسي من ولون المؤمنين غير دقي يعر مري الجسات الناس جماعة تدول يكون ولون غم فارقا اتسمى يروان غشي دخي الصفوف وتسمى غفر لنا قوس العيد يليون لي يقول قوس العيد باش يتغفر لنا هما سينسيم ونشرحوا دنت زلا يقنا رقايما ارقع للعايو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع يقول غا المدينة المنورة يفنى المسجد النبوي الشريف ويفنى عليه يفنى التخطيط
اختتنس اين في دروح المدينه في دروح اهل المدينه يديك شمل الاسلام ذي بيعه العقبه يفذن علي يشم اللي يحل المشكل نسن الاوس الخجر جنين انك ندع ذا وندقو غرسن يرثن دثمثن يرثن ولاش الاوس ولاش الخزرج يرثن كذا الانصار اسميسنا الانصار ويحميثنا ربي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه يرضى سيدي ربي فلسن يكسسن الأوس يكسسن الخزرج يرثن ذو الأنصار ذين سيمن يرثن ذو الأنصار أسميثن يروي ذاك نيذة مثلا ثم حال عصب يذقو غرسن ثم حال عنصر يذقو غرسن من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يدم ذو الأنصار أكد المهاجرين دانا يسمي الذين ذقو غرسن وغان دانا ذاث مثلا إنما المؤمنون إخوة من كل يون من الأنصار ذي يويون من المهاجرين ذي يوارو خامس أذي فرقي ذس أخامس هذه فرقية سشي هذه فرقية الملكيس هذه فرقية سمران أكو ذيوث الأخوة ونقصد الرسول صلى الله عليه وسلم اسمك خدم ذي الهجرة وتساوى ذلك دو غير الدوني ثلا عمر ثعدان وشكارة دعدي ذي الدوني حشينك خدم وش في حنا نفين صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم يروح رخم للأيوب أبو أيوب الأنصاري أبو أيوب كل يوم يقويثه صحابي ولكن أبو أيوب الأنصاري يقوم وش في حنا نفين صلى الله عليه وسلم ثخمت الساعة ثغرفت الناس الرسول صلى الله عليه وسلم الناس اللي ذسون يا رسول الله الناس قمة وسال الناس لا الناس لا الناس كنا صحون دي غشر غرف قمة ذي قاع ثقل قاع على قمة يقيم ذينا وأبو أيوب الزوجين نسق من يسوونه أرد يحكو ذي نسا شيء ما نسر رضي الله عنه ينث يساوي يتقرعون تشور ذمان ينث ثغري يثرس يند من بعد من سرعان ومن دينا ينث حاشا يوث القطيفة وحنقنا حاشا ثي النساء يند مصيد يند الاس الشيف غيس امني وقد غضغين غفن في صلى الله عليه وسلم يند الزوجين ولا تنشيف ذي هنكاس الشيف ذاقيا اكنو اغلنا رفلاسي يند كرات السبحني وزر ضرور سيند الناس يا رسول الله والله ما زغف خامي قارثي يقاري لغي وساون اشتصير ذي وسال والله ما زغف ذاقيا اذي ذا ساون الكذي لغي وسال انبادي يرث ذا ساون سبحان الله أكان يثمثن إذ وجن إذ الإنصار إذ وجن إذ وجن إذ الإسلام يرثن يرن الرسول صلى الله عليه وسلم ذي الهجرة يرن إنشر من يرثن دثمثن إن دسم يحمل مغفوذ من سيد ربي وتسم يحمل ما رفين النظر سلمان الفارسي يد روحن ذي ثمرث من الفرس بلال بن رباح الحبشي يد روحن ذي ثمرث من الحبشة صهيب بن سنان يد روحن ذي ثمرث من الروم ذي جنة في غارك شمن ولكن عميس أبو لهب ذي عميس أبو لهب ذا قريشي سيصلى نارا ذات لهب يكشم جهنم وليش كلام النسب لذي الحسب اللي لاني قريك سيد ربي وسقرا ذا عديق الشيو ولاش يقول شي صار لاخر ولاش تعديت الدرياك لا صعديت الصحاك تمسف العباد الصحه ماشي حاجه ما ذيك 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 الصحه اللي تمسف اكثر بذيك هيك وتعدي دار شكرا نظن ان اكرمكم عند الله اتقاكم اتسمي حماي مفوض ان مي حماي غفوض مربي وتسمي حماي راه غفين النظن اكا وتشكل لي خلف في منه الا قال عقيكي انا عقيك اتشكل الخضه تخلصوا اتشكل الخضه تخلصوا أخيكي. الرسول صلى الله عليه وسلم كدينا إن من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان ونجح من فربي يفغض فربي يفكان فربي يكس فربي يند يكمل الإيمان يقرد أرو يقرد أوثق عرى الإيمان القمة للإيمان أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله القمة للإيمان أتحميض غفر بي أتفغض غفر بي ولكن أتحميض خطر وقت وشورتيني أتحميض وقت خطر الفاميلينيك أتحميض وقت خطر تدرثيك أسحمر ذوقي خطر الولايينيك أسحمر ذوقي هذا خطر التمورثيك بلك هذه اللي ذحفي ضربي العمري خذي من ذوقي نديرين هذه سأل إيمان وتسعين لرن ذي القلائل اللي تسعين ولكن أتفغض على الخطر ماشي ذي مستمورثيك وإن مرة إذا ذخيخ إقنق الدين مرة يقلع الدين كامل خطر اسمي إذ مثلا وقي ساعة صوري في سقار أكام خطر وإذي ثوذرين ثوذرين وإن الله الفامي لك أكن خدم لكن المشركين ذي الكفار قاعدين ذي ثمورثة ماشيون الكافر قاعدين ذي خلقا ذي ذروميك أذروميك وإنه لا رقذروميك قذروميك وتحمي ذرا ولو كان ذي لين ماذي لي ذي نسلمي فنو كن نسلمي كامل وتحمي ذرا خطر وإلا رقذروميك واجد الكفر وجن الدين مبافيش مريتش وحرق كامل خرجوا نستخدم العنصريه يجي مره اكو الدين يروح كامل ذا الرسول واش في صلى الله عليه وسلم يغطي الدين ويسمي شوقين يسمي الدعوه الجاهليه خطرين قال محمي فض مربي انما المؤمنون اخوه اكيد يقال انما المؤمنون اخوه يقرض صلى الله عليه وسلم من ادعى دعوه الجاهليه فانه من جثي جهنم ونايه وين دعوه الجاهليه ذي دعوه عنصريه ان جهنم مرثيتش ان الناس يا رسول الله اما يظل اما يظل ان صلى وصام وزعم انه مسلم
غسي الزول غسي يزام غسي الدعيمة نس دين سيم خلاذي نغي روحها باء منثور المرة غفك أسينا غسي ذي ربيع خلا خذ مغي روح مرة إنس كشي ذا عون سوريا خطر تسخدم تصفين وذحمي ذا رفوذ ميو ذحمي ذا فوذ متمورثيك أفوذ من الفاميلك أفوذ من قوعين كذا وكذا كذا وكذا كذا وكذا يعني حمي أفوذ مربي خطر ذا شو فيك جعل السجين البغض ذي البلان إلا غير الدريان غير وثمثن غير الفاميلة مرة ذا نشتاقي خطر نمي حمي رفوذ من سيدي ربيع لو كان نمي حمي رفوذ من سيدي ربيع حاشا الخير ريالين مذحم رضيه فربي حمي أكاف ربيع مستحيل بشد نفغن كيك أدر فانكيك ذي عذول ذي موحى الذي خص أوث المحاكمة تزرم يقر بابس دميس يقر وثمة ثاني يقر يظهر أتصفض أرواني 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 عند عند أثفق ثمسال تجا أي خطر أرمي حمية رنفوذ مربين يزرع الشم من بعد ذخي العلاقة العلاقة ثين خدم ما تحمي يضميك فوذ مربين يحميك يحميك فوذ مربين والله ما يضقرك والله هذاك يجمع والله هذاك يوفق روي يدي حكي تذكر بشي خير يند فافاش فافاش الطبيب تذكر بشي خير يند يروح ديون يند يقول فافاش ويجمر هذه حرش أمشي يعني تمسد ويجمر هذه حرش ويجمر يقاس السير ذي واني لقاس أثنين طوايين أمشي دين يند دنيا طبيب ذو قيد فافا ثم توثي وتسرس اللي قاد إما تسرس اللي قاد ما السير ذن إنيس ولكن كما تخزر غير وذم ويجمر غادر صغر اللي قاد في يدي سمقين ذفو سوي سيسنا يا عيو سخينس أصلا يطوي يغس السير ذو السير ذو خزر ذي قاذي في دي الشرقية تجور غلارا ويجيو دي غلارا يطجن سنوي جيني ماذا قل أن ميحما يغفوذ أثفوذ من العنفذ في كرق واني فاث ميحما يضمر غوك وفوذ ماشي ذو من سيد ربيع عاسك دي قويدا ذو وربلك ذي نقل أكا خزر كان يثمثن يعني ده مغد الوقت باش أدن نكمل كجيم 10 سنين يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم يزرع يخدم ذي الدعوة الإسلامية وين السجات يخدم 10 سنين يخدم الدولة الإسلامية وتخدم مرة في وقضي حسن في صلى الله عليه وسلم يكشم الجزيرة العربية يكشم الإسلام الجميع تمورا مرة السجى 14 القرون 1,700,000,000 دينسي سبحان الله أدي قرأ يون أدي نكمل كان كجيم درس قلنا سكر إمسلين دنا كجيم يخرج جنسي من دي ثمورة الغرب لا مارتين دي ثمورة فرنسا مخدينا إلى يحضر ديون له ذرم قرن في النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أدي قرأ أهل طري اللي كان شخصيا إلا أعظم من محمد اللي كان شخصيا إلا أعظم من محمد في الدنيا ولاش إن دولاش وإن إلا أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم يقر ديون وجنزيان يقر جورج برنار شاو وكذا جنزيان العالم ذاك نزين قاعدة يند محمد صلى الله عليه وسلم يند لو كان يلد الحي يند المشاكل الدنيا ثقي مرة ثاني فرو يند قبل ذي الصفة من جل قاوة أفن جل قاوة يند ذي الصفة حاشا ما ذاك لي فوكي إلي ينو فيلوزوف قناة ليف تولستاي أرجز جي عاش 1828 نرمي في 1910 ويموت ذين سيم 1905 نرمي 1910 إلي استعلم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذي موسكو ذا الذي قر ورجز جي يند الحمد لله الإسخار الحمد لله الحمد لله الحمد لله يجي مثغر من ذي سميك سنة إسقار النبي صلى الله عليه وسلم إمي قرر حجة الوداع حجة الوداع يغرى الخطباني إنس عزيز يغرى اسمي دي حجي حج دافري يخمد الخطباني يغرز إنس حمد الله يجي مثغر أرمي ذي سميك سنة ثقي أولا إنس يكفي محمد فخرا بركي ياسين في محمد صلى الله عليه وسلم إنسان يدي السفغة لما ينس ذم من السفغة تدي البلان السفغة تدي الحسد السفغة تدي قشر من الشواطن العادث العادث أنيهرا ويفتحس أفريد التقدم ذرقي إنك الشريعة محمد إنك أتسنى العالم مرة أكو على خطر في الحوذ العقل وفي الحوذ نسلم يدي خرن كينين ذيون وذاك يستعرف نسن في محمد صلى الله عليه وسلم يدي يختار الله الواحد الأحد يختار بلين الرسالة ثنجاروث إش قاعد كتيد إن في محمد صلى الله عليه وسلم إذن سان إذ يختار في كيس الرسالة ثنجاروث ويجعي إذن في أنجارو كان يث مثلا الدروس ذي العبر ذي الهجرة إن في محمد صلى الله عليه وسلم لا تعد ولا تحصى أذي هدر العبد قد قس وثيت فكرة ولكن أنا قنع قيب لين أما أدن هدر في النبي صلى الله عليه وسلم وثن حتفات قصيدي نثتنا لذي طرف ولكن دي قرصي ذربي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أين يخدم خدم ثيت أين خدم من الصحابة أذن خدم وانا عقل بلين الدين النغ دائما ودن شغاي أدن شغار خطر سجيد الفتنة العصرية الفتنة العصرية دين النغ جوهرا غير لا الجنة النغ جوهرا غير يثلا وثلا لا ذخي تظليث وثلا غصن يحاسب سيد ربي الفرائض فرض تظليت زكاة الصوم ذي الحج أركان الإسلام يقاتل نخدم الشهر اليوم لا إله إلا الله محمد رسول الله يقاتل نخدم ولكن عاشي منك يقارك ذي الوالدينك عاشي منك ذي الجيرانك عاشي منك ذي الدشرينك ذوي ذاك الصندس لضم الملح ذي المكلا ذوين يجاني قنجان مي أتجد فوذ ما ربي ذي يحقيك ذاقين ولكن عاشي كان ذاك دي لحق سيد ربي حاشا ما ذاك لتصوضك وينك وثي تسمك ثي ذارك أكديفك أضعاف مضاعف أنا أكديفك خطر كيني تجد فعلى جلو وفي تجد يحقيك فعلى جلو وتسوق ذلك
ديالك سوفل اخ طفنا كاين تو لكن نفكر الخير نسيد ربي. وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. الا دنا نخلي الخزائن وتفكتر اين كان فوز مر ماشي ضربك دي يحقر تا ذلك سوفل اخي جا يا ربي من المؤمنين حق الايمان اذي ربنا عايش دين شي من اي ربنا مذين شي من انا عايش دي المل في محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. اللهم ان الحق حقا وارزقنا اتباعه وان الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك واصلي واسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.